دي هنعملها ربع هنوقفها بس عشان هقول لك عشان انت ايفنت احنا هنرسم فيه، هنيجي نعمل شكل هيعبر عن الحاجه اللي احنا عايزينها، اسهل واسرع في طريقه توصيل الفكره. التغيرات المناخيه هي حرفيا بتحصد ارواح، فهي مهمه زيها زي اي مشكله تانية. وطبعا عندنا مشاكل في الزراعه، عندنا مشاكل في الاقتصاد، كلها مشاكل ليها علاقة بالتغير المناخي، فهي مش مشكلة يعني مستقلة لوحدها على جنب بعيدة عن بقية المشاكل، هي مشكلة مرتبطة جدا بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في مصر. هل الحكومة عندها استعداد ان هي تبص على الحل البعيد المدى وتبطل تبص على الحلول القصيرة المدى ولا لا؟ هل الحكومة عندها استعداد ان هي تدور على التكنولوجيا ولا هي عايزة الحل السريع الجاهز؟ احنا مع طاقة جديدة، طاقة متجددة، طاقة اكتر امانا للبيئة والانسان. النهاردة فرصة كبيرة انه العالم كله يكون متحد في رسالة واحدة، ولأول مرة يكون العالم عنده مطلب واحد على الأقل، اللي هو الحق في البيئة النظيفة والحق في طاقة متجددة. مصر علشان داخلة على عصر تنمية جديد لازم تستخدم طاقة جديدة، طاقة نظيفة تكون أكتر أمان للبني أدمين، ولازم نغير خريطة الطاقة كمان العالمية، لازم يحصل فيها تغيير، ولازم احنا نكون مع التغير الجديد، ما نكونش استك في العصور القديمة اللي بتستخدم الفحم.